تعال اقول لك ايه القنوات اللي هتنقل دوري ابطال افريقيا والدوري الافريقي والسوبر الافريقي والكونفدراليه بعد ما خلاص كاف اعلن فسخ تعاقده مع بين سبورت رسميا بسبب تاخر بين سبورت عن دفع المستحقات لمده 15 شهر اكتر من 100 مليون دولار متاخرين على بين سبورت. فخلاص كاف اعلنوا فسخ التعاقد معاهم. طب مين اللي هيعلن لنا البطولات دي يا جدعان؟ هنشوف الاهلي فين في كل البطولات دي ابتداء من السوبر الافريقي؟ في خلال الساعات القادمة كاف هيعلن عن ايه الشبكة اللي هتاخد حقوق كل البطولات دي، ولحد دلوقتي في 3 عروض اتقدم لهم، بس باذن الله في خلال يوم هنعرف ايه الشبكات اللي هتزع لنا الماتشات، لكن مش هتكون بين سبورت، فربنا يستر وتكون حاجة سهل ان احنا نجيبها ونشوف الماتشات.